إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خيرة خلقه وخليله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله تعالى به الغمة فتركنا على محجة بيضاء الليل فيها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي وعلى آله وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرماء في برنامجكم المتجدد الأسبوعي أحلامنا الجميلة. وقبل أن أبدأ البرنامج أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا البرنامج بإذن الله نتكلم عن تعريف الرؤية. لكل علم من العلوم لابد أن يكون له تعريف أن يعرف به. الشيء لا يعرف إلا إذا عرفت كنه أو عرفت ماهيته أو عرفت ما هو. كذلك علم التأويل، أقصد تأويل الرؤية. الرؤية في اللغة هي المشاهدة أو المعاينة، شاهدت الشيء أي رأيته بعينك، فهذا هي المشاهدة العينية بالحاسة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فينا وهي حاسة العين شاهدت. يبقى التعريف اللغوي للرؤية هو الرؤية هو المشاهدة أو المعاينة، ولكن في الإصطلاح هو ما يراه النائم. والرؤية على وزن فعلى أي بمعنى ما يشاهد أو ما يراه الإنسان في نومه. والمشاهدة في الرؤية الإصطلاحية تكون بالرؤية بالألف اللينة، يعني إذا قال القائل رؤية فالمقصود بها هي الرؤية الشيء الذي يراه بأم عينه، أما إذا قال رؤية بألف اللينة فهذا المقصود بها هي الرؤية التي يراها الإنسان في نومه. فالفرق بين الكلمتين أو اللفظين رؤية ورؤيا، رؤية بالهاء هذه هي المقصود بها الذي يراه الإنسان بأم عينه بالحاسة البصرية، أما إذا قال رؤيا فقط هذا ما المقصود بها المشاهدة التي يراها النائم المستغرق في النوم. ومعنى الرؤيا إصلاحا كل ما يراه النائم المستغرق من في النوم من شيء أو في أشياء قد تكون يعني خارقة للعادة وقد تكون منكرة للعرف أو الشرع التي يراها النائم والتي تحتاج إلى تأويل. والرؤية قد جاءت في كتاب الله جل وعلا بأكثر من لفظ، فجاءت بمعنى رؤيا كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم وحكى عنه رب العزة سبحانه وتعالى حينما حكى مع أبيه يعقوب عليه السلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، فجاءت الرؤيا بلفظة الرؤيا. وقد تأتي بمعنى الأحاديث، يعني إذا قال قائل أو اتصل متصل وقال رأيت حديثا فهذا صحيح لا بأس به، فكما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حينما قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الأحلام. وقد تأتي الرؤيا بلفظة المنام، قد تأتي الرؤيا بلفظة المنام كما قال سيدنا إبراهيم وحكى عنه رب العزة حينما قال عن ابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقد تأتي الرؤيا أيضا بلفظة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت بالفعل في كتاب الله بلفظة أخرى بمعنى الحلم كما حكى أصحاب أو علماء مصر لعزيز مصر أو ملك مصر آنذاك حينما قالوا
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهذه ألفاظ كلها مترادفة تعني أو تعطي معنى واحدا لمعنى الرؤيا. ولكن هناك فروق بسيطة، فروق بسيطة بين الحلم والرؤيا. الرؤيا هي التي كما حدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال الرؤيا من الله، الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. هذا حديث قاطع في الأمر، أي كل شيء ليس له تأويل وكل شيء مما يعني يحدث في النفس شرخا ويحدث في النفس ضيقا هذا يسمى حلم. أما إذا كانت رؤيا طيبة يراها النائم وهو يستيقظ منها مستريحا مستبشرا فهذه رؤيا طيبة. وقد تكون هذه الرؤيا أيضا ليس فيها يعني بشرى وليس فيها ما تسر به النفس، ولكن قد تكون أيضا هي رؤيا وإن كان فيها بعض السوء أو بعض الإنذارات التي يراها النائم، سواء كانت هذه الإنذارات في دينه أو في خلقه أو في نفسه أو في حياته أو في آخرته. إذ أن الرؤيا أخواني المشاهدون والله الذي رفع السماوات بالعمد تخرج ما هو مكنون في النفس. إذ أن قد يجلس النفس الإنسان مع نفسه ويحدث نفسه ببعض الأمور التي يعني فعلها، أي يستحي من نفسه أن يتكلم فيها، ولكن قد يرى رؤيا يعني تخرج ما في داخله ما أبعد من ذلك. قد تخبر، وهذا لا يعرفه إلا صاحب هذا الفن أو صاحب هذا العلم، أي أن المعبر يقف على هذا الأمر بالتفصيل. أي رؤيا راها النائم يعني لا يقف على تأويلها، صاحب العلم أو المعبر يعني يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا العلم، يرى هذه الرؤيا ويعرف تأويلها ويعرف أبعد ما في نفس الرائي، يرى ويعرف أبعد ما في نفس الرائي. ولكن من باب الأمانة لابد وأن المعبر يعني يصرح ويكون صادقا مع صاحب الرؤيا، ولابد وأن يكون بألفاظ حسنة وبطريقة جيدة حتى لا يحزن صاحب الرؤيا. يبقى احنا ذكرنا بفضل الله أن الرؤيا جاءت في كتاب الله جل وعلا بألفاظ متعددة، جاءت بمعنى الرؤيا وجاءت بمعنى الأحاديث وجاءت بمعنى الحلم وجاءت بمعنى المنام. هناك فرق كما ذكرت آنفا بين الرؤيا والحلم. قد يرى رأي، قد يرى رأي رؤيا ويقول رأيت أن القمر مثلا، يعني مثلا مثلا حتى يتضح المفهوم، قد يقول رأي مثلا رأيت أن القمر قد وقع في حجري مثلا يعني، فيذكرها لمعبر فيقوم المعبر بتأويلها مباشرة، يقوم المعبر بتأويلها مباشرة، فهذه في حقه في حق المعبر وحق الرأي رؤية. نفس الرؤية هي هي نفس الرؤية هي، قد يرى النائم أن أن القمر قد وقع في حجره فيذكرها لمعبر آخر، فالمعبر الآخر قد يعجز عن تأويلها، يعجز عن تأويلها تماما. غير أن هذا الرؤية تسمى منام أو تسمى حلم في حق المعبر الآخر، تسمى حلم في حق المعبر الآخر. وهذه هي الرؤية، هذه هي الرؤية بنفسها وبذاتها، وقد يراها رائي واحد. إذا ذهب إلى معبر يقول له المعبر وفسر له الرؤية، يقول أن هذه الرؤية تأويلها كذا وكذا وكذا، نفس الرأي. غير أن هناك اتصال، ونرجع إلى تعريف الفرق البسيط الذي بين الحلم والرؤية. الأستاذة وفاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي. مساك فضيلة الشيخ. حياك الله أختي وفاء، تفضلي. عندي رؤيتين بس كده صغيرين. ابشري، تحت امر حضرتك، اتفضلي. بس وانا حلمت الكوكب بيمطر. نعم. انا قدمت حلمت انا كنت بمسح في بيت، يعني بيتنا بس هو مش بيتي. نعم. واقفه بره بس لقيت الجو مطر مره واحده، فانا دايما لما الجو بيمطر في الحاجه بصلي وادعي. نعم. فاول ما لقيت مطر كده فرقت، انا هروح اتوضى واصلي. تمام. بعدين بصيت لقيت رعد كده في السماء وكتب كلمه الله، وبعد كلمة الله الله أكبر، بس أنا لما شفت الرعد بيكتب كده أنا خفت. نعم. بس بصيت بقيت عمالة أعيط على اللي مكتوب، بعدين بصيت لقيت نفسي عمالة ترفع للسماء بطير، وبعدين قلت خلاص أنا كده أنا بموت، وطلع ربنا وعدت الشاهد. بس طول ما أنا طايرة كده وطالعة فوق لربنا خايفة،
بس لقيت نفسي نزل على الارض مره واحده، بس مش عارفه ازاي وانا كنت بطير. نعم. بس هي دي رؤيه، وتحب برضه كانت هي رؤيه بتاعت القران الفجر. كم عمرك استاذه وفاء؟ 23. ما شاء الله. متزوجه انت ام لا؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. انت محافظه على الصلاه في اوقاتها؟ الحمد لله يعني ملتزمه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه رؤية طيبة. كل ما دعوت به أختي ما شاء الله، كل ما دعوت به في ليلتك هذه أظن أن الله تقبله منك وجعله في موازين حسناتك ما شاء الله. ثانيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا سيطهرك من كل المعاصي التي يعني أو كل الذنوب التي اقترفتيها، فهذه كما قال ربنا نزل من السماء ماء طهورا، فهذه طهرة لك إن شاء الله من كل ما اقترفت يداك، فدومي على ما أنت عليه من الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. معايا؟ السلام عليكم أستاذ مصطفى. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي اتفضل. كل سنة وأنت طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم. حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وكل المشاهدين على طاعته وعبادته ويتقبلها مننا إن شاء الله. مين حضرتك يا باشا؟ أنا رأيت الحلم بالأمس وأنا راقد بالليل. خيراً. أمي ميتة بقالها يجي 15 سنة حضرتك. رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين جميعا. قاعدين أنا وأخويا الكبير في أوضة كده، وحلمت اللي هي جابت لنا كل واحد جلبية كده، جلبية اللي هو كده مخطط بيضة حلوة كده. ما شاء الله ما شاء الله. أعطتني جلبية وأعطت لأخويا الكبير جلبية حضرتك. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. وبالنسبة لحضرتك المواقف البهايم في الحلم إيه حضرتك؟ نعم؟ البهايم في الحلم لو واحد يكون جايب لك بهمتين في الحلم حضرتك. لا قول رأيت كذا وكذا وكذا حجي. أنا واحد رأى لي في الحلم اللي هو لمؤاخذة ساحب بهمتين وجابهم لي من السوق ومدهم للبيت. نعم. ما شاء الله حضرتك. ما شاء الله. طب أنت متأسف خالص أخي الكريم، ليك في موضوع تربية البهائم وهذا؟ أنا كنت فلاح حضرتك، يعني كنت أنا فلاح أساسا حضرتك من زمان ما ربناش. بقالنا يجي 20 سنة حضرتك. بالنسبة للحلم الثاني اللي قلت لك عليه بتاع الوالدة دي. ده رؤية جميلة جدا، اسمعها وأنا أقول لك إن شاء الله. ما شاء الله أخواني المشاهدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أكثر ما يسعدني أكثر ما يسعدني أن يرى الإنسان يعني أهله الذين توفاهم الله، سواء كان رأى الأب أو الأم أو أحد أقاربه بهذه الطيبة بهذه الهيئة الطيبة الحسنة، تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعله الله على حالة طيبة وفي مكانة مرموقة عند ربه. سأرجع إليك أخي الكريم بعد ما نسمع هذا الاتصال. أختي الكريمة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذة إيمان اتفضلي أسمعك. لو سمحت حضرتك أنا كنت عاوز أسأل عن حاجة بخصوص موضوع الأحلام يعني. اتفضلي تحت أمرك. لو في رؤية معينة اتكررت عليا لحد الآن 5 أو 6 مرات. تمام. ده في غضون سنتين تقريبا. تمام. هي مش نفس المضمون بس بتكون بتحمل نفس الرسالة، يعني نفس الشخص مثلا وعن مكان معين أو نفس الموضوع. تمام. وكمان الغريب إن حتى في أشخاص محيطين بيا بيحلموا نفس الحلم بدون علمهم إن أنا شفته، يعني في نفس اليوم الوحيد إحنا شفنا كذا إمبارح وأنا أشوفه بعدها بليلة مثلا نفس الموضوع بالظبط. تمام. ده معناه إيه؟ يعني أنا مثلا هل الأمر ده سيقع أنا أنتظر وقوعه ولا أنا لازم أتخذ خطوة اتجاهه وهتوفق ساعتها فيه؟ اسمعيني جيدا إيمان. أيوه. أولا ينظر في حالتين أو في نقطتين هامتين جدا جدا جدا. ينظر أولا في ما هو مضمون الرؤية، يعني هل تحل حراما أو تحرم حلالا أم لا، هل الأمور التي تأمر بها أو التي تشوفيها خارقة للعادة أم لا. إن كانت رؤية طبيعية فهذا دلالة واضحة أن هذا الأمر سيقع بلا محالة بإذن الله تعالى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فاحذري فاحذري فاحذري. هذه واحدة. الحالة الثانية المهمة جدا، لابد أن ينظر هذه رؤية أم لا، إن كانت رؤية تفسر على ما جاء فيها، وإن كانت غير رؤية يقال لك إن هذه ليست رؤية. نرجع للرؤيتين السابقتين الخاصة بالأخ الكريم الذي اتصل قبل الأخت إيمان. أقول الأخ الحبيب ما شاء الله
هذه الأم بحالة طيبة عند ربها، بحالة طيبة عند ربها، بحالة طيبة عند ربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها وجميع موتى المسلمين من أهل الفردوس وأهل الجنان بإذن الله تعالى. غير أن يعني متأسف أرجع لك مرة أخرى مع الأستاذة وفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة وفاء. وعليكم السلام. حياك الله، تفضلي أستاذة. بارك أنا كان عندي ريتين كمان. دايما أحلم بالمطر كده. أنا برضه حلمت اللي الجو بيمطر ولقيت ماما بتضل تعالي من قدام البلكونة، فبفتح باب البلكونة لسه أحط رجلي ما لقيتش البلكونة. كنت أنا في الدور الثالث، كنت في الشارع. بعدين قلت ده الحمد لله ما كنت هموت كده، بس قلت الحمد لله. انا كنت هموت، انا كنت ساعتها ماسكه المصحف او بكتب حاجه، قلت الحمد لله. ابشري ابشري اختي، ابشري اختي، بلاء وقع عليك وربنا عافاك منه بسبب دعواتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي لا يرد القدر الا الدعاء. فدعوت بدعوات ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه رفع عنك ما انت فيه وما سيقع عليك من بلاء. فالله أسأل جل وعلا أن يرفع عنا عن أمة الإسلام ما نحن فيه من بلاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي. ربنا يخليك. هبة مع حضرتك. نعم، هبة مع حضرتك. حياك الله أستاذة هبة، تفضلي أسمعك أختي. ربنا يخليك يا رب. أنا حضرتك والدتي حلمت إن هي سما بتنزل سمك. نعم، هي حضرتك والدتي حلمت ان هي بتنمي سمك. تمام. وهي نمته سمك، يعني بتنطر سمك. الله اكبر. نعم، وهي عماله بتلم بس الصوت غير شويه. والله أبشرك أختي ما شاء الله، وبشرى الله لك في الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى سينعم عليكم برزق وافر، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وافر يعني خالص طيب مطيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن لا تنسوا حق الله منه، سيوسع الله عليكم في الرزق وسيوسعه عليكم، فلا تنسوا حق الله من هذا الرزق، والله تعالى أعلم. نرجع للرؤيتين السابقتين الخاصين بالأخ الكريم الفاضل. كما ذكرت أن أفضل ما يراه الإنسان في نومه يرى أحد أقاربه قد توفاه الله بهذه الحالة الطيبة الحسنة التي رأى فيها أمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها ويجعلها من أهل الفردوس وأبي وجميع المسلمين جميعا بإذن الله تعالى. بالنسبة لأمه، كون أمه أعطته جلبتين هذا هو وأخيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما بولدين صالحين، فإن لم يكن لهما من أهل الإنجاب سيكون خلق ودين، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري، فسر القميص بالدين، كما قال بأبي هو أمه رأيتكم تعرضون علي وعليكم قمص، فمنكم من يأتي لحقوي ومن يأتي لركبتي، ومنكم ورأيت عمر يجر قميصه. قال فيما ولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. فهذا الأخ صلى الله عليه وسلم عليكم بالدين القويم، أخي الحبيب لك ولأخيك بإذن الله تعالى. الرؤية الثانية الخاصة بأمك أيضا، البهائم وما شابه ذلك، هذا رزق وافر، هذا رزق وافر، هذا رزق وافر ميمون، سينعم الله عليك وعلى أهل بيتك به. وكما نصحت الأخت أيضا أنصحك وأنصح كل المشاهدين، إذا رأوا رزقا وأنعم الله عليهم بالرزق فلا بد وألا ينسوا حق الله منه، لأن حق الله إذا خرج من المال طيب المال وزكاه. هذا والله تعالى أعلم. نرجع لتفسير المعنى الرؤية والحلم. كما ذكرت هناك فرق بسيط بين الرؤية والحلم. الرؤية التي يراها الرائي ويقصها على معبر ويقوم المعبر بتأويلها فتصير في حقه رؤية طيبة حسنة، سواء كانت غير أن هناك اتصال. الأستاذة ولاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة ولاء. عليكم السلام. معايا حلمين يا شيخ لو سمحت. اتفضلي أختي أسمعك. اول رؤية حلمت ان انا ماشية والشمس والقمر هيخشوا ببعض، وحلمت اللي فيه يعني زي حاجات بتفرقع كده في السماء، وحلمت ان السماء انفتحت كده وفيه زي برق كده، فانا دعيت والسماء مفتوحة وقلت ده السماء انفتحت يا رب اشفيني يا رب وزع عني وارفع البلاء والوباء عن مصر. الله إيه ده الحلم الاولاني. الله اكبر. اختي، الحلم كان شكله اختي يعني. اسمعيني اولا. نعم. اسمعيني. متأسف متأسف، أنت محافظة على الصلاة في أوقاتها؟ أيوة.
متأسف أختي، أنت صادقة في قولك. والله بصلي ما بسيبش ولا فرض، وبصلي 10 ركعات زيادة على صلاتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده نفل يعني، لكن أقصد أنت حينما تتحدثي مع أحد أنت بتكوني صادقة في حديثك؟ أيوة. ماشي كملي. دي الرؤية الأولانية، فأنا دعيت وقلت ربنا يشفيني وكده وشيل البلاء كده عن مصر، دي تمام. أول رؤية. الرؤية الثانية حلمت إن في جاموستين بيهاجموني. تمام. إحنا أبويا فلاح يعني، فأنا كنت واقفة على حتة عالية ومعايا ابن الصغير، فهم ما طالونيش يعني، جاموستين دول كانوا عايزين ينطحونا بس ما طالوناش. ماشي حياك الله أختي، إن شاء الله سأفسره لك بإذن الله تعالى بعد أن نسمع الأخت أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخت أم محمد. الله يخليك يا شيخ، السلام عليكم. أنا كنت بس كنت عايزة، كان ليا حلمين معلش. كان زوجي دلوقتي حاليا بيتعالج من سحر. نعم. فهو شاف رؤية إن هو في بيت زي في الأرياف كده، وطلع البيت ده واستأذن الناس إن هو ياخد حاجته وحاجات غريبة كده، وخدها كلها كل الناس اللي عندهم، والناس يعني كانوا عادي يعني مش هم مش معترضين أو أي حاجة، وخلوه ياخد حاجته كلها وهو نازل على السلم. كان وقت ظهر الجمعة. تمام. مش وقت ظهر الجمعة في الرؤية، لا وقت ظهر الجمعة في الحلم يعني. تمام. في الحلم في أثناء الرؤية يعني، كان وقت ظهر الجمعة وهو نازل على السلم، سمع هاتف بيقول أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، سامعا لكلامي سامعا لكلامي. نعم. ونزل صلاة ظهر الجمعة خلصت، بس هو خد حاجته كلها وسمع الهاتف ده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بشريه بشريه ببشر الله لك يا أخي، بشريه ببشر الله له، بشريه ببشر الله له. والله الذي رفع السماوات بالعمل سيرفع الله عنه هذا بلاء الآثم، نسأل الله أن ينتقم، نسأل الله أن ينتقم. قولوا أمين أيها المشاهدون، قولوا أمين بالله عليكم. نسأل الله أن ينتقم من كل ساحر ومن كل إنسان يعمل السحر، وكل إنسان من يمشي بالسحر، وكل إنسان من يؤذي مسلما بالسحر، وبذلك الساحر لا ولن تقبل توبته أبدا، لا ولن تقبل توبة لما يقع منه من الأذى على المسلمين. اسألوا الله إخواني، اسألوا الله أن ينتقم، وانتم صايمين عند الدعاء وعند الإفطار. ادعوا على كل ساحر عتو جبار مجرم متكبر آثم، ادعوا على كل ساحر يؤذي مسلما بسحر. بشري أختي، بشري زوجك هذا أو قريبك هذا أن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه ما هو من البلاء. الله يبارك لك معلش. عشان بس الاتصال ضغط اتصال أختي، أستاذن حضرتك يعني. معنا الأستاذة جانا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي، تفضلي. حضرتك، هو أنا عندي رؤية، يعني كان جوزي في أجازة وسافر، فأنا كنت يعني شفت في الحلم كده إن أنا قاعدة وبصل للسماء، وبعدين شفت لفظ الجلالة ظاهر في السماء، وبعديها محمد رسول الله. فأنا كنت في حالة حزن شديد جدا، وبعدها شفت زوجي رجع تاني في نفس الوقت، وبعدين بقول له إيه ده، أنت جيت بسرعة قوي يعني. قال لي علشان النبي بعتني علشان أجيبك، النبي منتظرك. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس وبس كده يعني. أختي، هل زوجك هذا من أهل الخلق والدين أم لا؟ طبعا إن شاء الله فضل الله. ما شاء. وانت اختي محافظه على الصلاه ام لا؟ الحمد لله رب العالمين، على قدر الامكان يعني. ما شاء الله ما شاء الله على هدوء حديثك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اختي ابشرك، ابشرك ببشر الله لك ان هذا الرجل سيكون عونا لك على الخير والدين والصلاح والرشاد. اللهم امين يا رب. ما شاء الله، وسيكون لك نصيب من اهل الدين وبشرى انك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول لك نذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلاله واضحه على انك من اهل الخير والدين والصلاح، وانك على صراط الله المستقيم، وممن يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وأحسن الله عليك أختي. ربنا يبارك في حضرتك، متشكرة جدا. تفضلي تفضلي. نرجع للأخت الكريمة، ما شاء الله أختي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الرؤية كما ذكرت أن ربنا سبحانه وتعالى بشرى لزوجك أو لقريبك هذا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالفعل أختاه، اذكري هذا الرجل انه سيعصمه الله من هذا البلاء وهذا المرض الخبيث، وسيعافيه الله وينجيه منه باذن الله تعالى. بالنسبه للاخت السابقه لرؤيه حينما رات السماء قد فتحت ودعت بهذه الدعوات، وبشرك باختي كل ما دعوت به في هذه الليله ان الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوتك هذه، وسيرفع الله، والله اختها سيرفع الله
البلاء عن أهل مصر وعن المسلمين جميعا الأيام القليلة القادمة، والله تعالى أعلم. نرجع كما ذكرت لحضراتكم الفرق بين الرؤية والحلم. كما ذكرت أن الرؤية التي يراها المعبر ويذهب إلى معبر ويقوم المعبر بتأويلها مباشرة فهذه تصير في حقه رؤية، كما قال عرضت الرؤية على سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم حينما قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فصارت الرؤية هذه رؤية صادقة، هذه رؤية بالفعل واقعة، ولكن صارت في حق من لم يعلم التأويل ومن لم يقف على تأويلها صارت في حقه حلم، وبذلك قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهذه رؤية ورؤية صالحة ورؤية صادقة رآها الملك، ولكن أي رؤية يراها أصحاب النفوذ أصحاب المكانات العليا دائما ما تكون رؤى عامة وليست خاصة، تكون رؤى عامة خاصة بالشعب وخاصة بالبلاد والعباد وما شابه ذلك. فصارت في حق علماء مصر مع أنها رؤية صارت في حقهم حلم، إذ أنهم لم يستطيعوا أو لم يقفوا على تأويلها أو لم يعرفوا تأويلها. ولكن حينما أولها يوسف صلى الله عليه وسلم حينما قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. انظروا أيها المشاهدون حتة جميلة جدا ونقطة جميلة جدا في الرؤية دي. قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. قيل أن هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت لو سمحت. الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل على حلم فضيلة الشيخ؟ اتفضل أخي أسمعك. بالنسبة للمولود معي مولود دلوقتي لو حلمت إني أنا سميت المولود مثلا أي اسم علي محمد. لا قول اللي أنت شفته، قول اللي أنت شفته بالظبط. مثلا حلمت ان عندي مولود حلمت اني سميته محمد وانا غيرت الاسم بعد كده لما جينا المولود اشترط اني اسميه على نفس الحلم ولا من الذي قال لك سميه كذا؟ لا مثلا انا حلمت اختي امي اي حد بيقول لي المولود ده اسمه كذا. اخي الحبيب من الذي قال لك المولود هذا اسمه كذا؟ رجل له مكانه علميه ودينيه وخلقيه ام واحد عادي؟ لا لا واحد عادي من البيت. واحد من البيت. ما اسمه؟ مثلا اختي ما اسمها؟ اسمها صباح. انت نسيت اسمها؟ صباح. صباح. اخي طالما هذه امرأة قد رأت فلا بأس انك تسميه بالاسم او تختل له اسما افضل من الاسم الذي شاهدته في الرؤيا. ولكن اذا كان هذا رجل من اهل العلم والدين والصلاح وليكن مثلا اذا كان النبي رأى إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله لي ولجميع المشاهدين أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤى الطيبة الجميلة كما رأت الأخت أظنها جهان رأت النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى النبي قل له النبي سترزق المولود وسم المولود كذا فلا بد أن يعني يلتزم بالرؤية أم إذا رأى رجل من أهل العلم والدين والخلق يرى أن إنسان رأى أن هذا الرجل صاحب العلم والدين والخلق يقول سترزق المولود وسميه كذا فلا بد أن يلتزم بما رأى. أما إذا كان أشخاص عادية مثلنا فلا بأس أن يغير الاسم ولكن على شرط فلا بأس أن يغير الاسم ولكن يشترط إلى الأحسن والأفضل. غير أن الأخ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أم إسماعيل. حياك الله يا أم إسماعيل اتفضلي. الله يخليك يا شيخ. أنا حلمت أن أنا طلع برج كبير جدا وسلالم واسعة قوي. ممتاز. معايا ابني عنده هو دلوقتي عنده 3 سنين بس انا حلمت ان هو عنده 9 سنين تمام وانا منتقبه وشفت نفسي بحجاب كبير كده كويس بس من غير النقاب ده وبعد ما واحنا طالعين كان في زي فاترينا كده عديناها وطلعنا وبعدين ابني قال لي معلش يا ماما انا عايز ابص عليها فنزلنا نبص على الفاترينا دي لقينا زي ممثل مشهور يعني ممثل برنامج مسلسل ديني مشهور يعني وكده ما اسمه فهو شافنا الممثل ده فانحنلنا وايه وكاني انا داعيه مشهوره او حاجه زي كده بس انا ست بيت يعني
ماليش مش بنزل وماليش في الدعوة وكده. فاتنحى وبعدين بنبص في الفاترينا لقيناه هو الممثل ده بينظف حاجات تخص النبي صلى الله عليه وسلم وكده. الله اكبر. وبعدين لقينا هاله كبيره جدا جدا قدامنا، شخص عباره عن هاله، بس انا ما اكذبش اقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ممكن يكون صحابي كبير او كده. فهو الصحابي ده او النبي صلى الله عليه وسلم الهاله دي اثنت علينا يعني وكده، وقالت ان احنا احيينا سنه كانت ماتت من زمان وكده. اختي انت محافظه على الصلاه في اوقاتي يا ام اسماعيل؟ الحمد لله ما شاء الله. حافظه شيء من كتاب الله؟ الحمد لله. قربتي تختمي؟ لا لا، بس اقرا القران بس مش حافظه. طب حاولي انك تحفظي يا ام اسماعيل، اذا حفظتيه وصدقتي النيه والعزم ربنا سيمن عليك بختمه كاملا. وهذا الولد ارقيه شبه يوميا، هذا الولد باذن الله تعالى سيجعل الله له مكانه وشان ودين وخلق ان شاء الله. فارقي هذا الولد ولا تجعلي احد كثيرا يطلع عليه. اللهم صل على محمد. والله اختي هذا الولد سيجعل الله له مكانه وشان باذن الله تعالى. وكن صعودك في درج عالي او تلبسي لبسا فضفاضا، هذه سعة في الدين وفي الخلق كما فسر ذلك النبيون صلى الله عليه وسلم. فحاولي بقدر المستطاع أن تعيني نفسك على حفظ كتاب الله وتعين هذا الولد وتتربيه تربية حسنة، نسأل الله أن يعينك على ذلك. الأستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك. حياك الله أخي الحبيب، كل عام وانت بخير. تقبل الله منا ومنكم. تحيات حضرتك وجزاك الله كل خير، حضرتك واسره البرنامج واسره القناه جميعا. الله يكرمك اخي الحبيب، بارك الله فيك واحسن الله عليك، نسال الله ان يغفر لي ما لا تعلمون ويجعلنا خير مما تظنون حبيب. اللهم امين يا رب. ان شاء الله حضرتك انا شاهد ان انا زي ما اكون في قاعه محكمه. نعم. او في مبنى محكمه. نعم. وبعدين لقيت قاعه محكمه، فقاعه المحكمه اللي هي فيها الجلسات، بدور على شخص ما. نعم. اسمه مجدي. تمام. ففتحت باب القاعه بتاع الجلسة بتاعت المحكمة، فتحت الباب شهادة القاضي واقف على المنصة وبيغادر المنصة. تمام. وشهادة مجدي اللي أنا بدور عليه جالس في مكان وبيبتسم لي ابتسامة طيبة عريضة بدون أي حديث بيني وبينه. تمام. بس ده اللي شهدته حتى يعني. أخي الحبيب عبد الرحمن، أخي الحبيب، ماذا تعمل أنت والأخ مجدي؟ نعم. ماذا؟ انا ما فيش عمل مشترك بيني وبينه حضرتك. انا اقول انت ماذا تعمل وهو ماذا يعمل؟ انا بعمل في جهه حكوميه. تمام. وهو بعمل في جهه حكوميه وهو بيشتغل في محكمه. هذا الاخ مجدي بالنسبه لي يعني ما شاء الله ان ربنا سيجعل له مكانه وترقيه في مجاله في المحكمه. وأنت ما شاء الله ستعرض على شهادة وستكون صادقا فيها ولا تحابي أحد. جزاك الله كل خير، الله يبارك. أن ستكون من أهل الدين والتقى، فحافظ أخي، حافظ أخي، حافظ أخي. الأخ الكريم أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو محمود. سلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حياك الله يا الحبيب. تحياتي ليك وتحياك لفريق الإعداد المحترم. جزاكم الله خيرا، وفريق الإعداد بيحيوك تحية خاصة حبيبي، أظن بيحيوك طبعا. فريق محترم والله يا. حياك الله يا أبو محمود، نظنهم كذاك والله، حسبنا صلى الله. والله هم الجنود المجهولون، والله هم الجنود المجهولون في فريق الإعداد والكنترول كله وصحاب القناة، نظنهم من أهل الخير ودين وصلاح، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة يعني. اللهم أمين، الله يبارك فيك يا شيخ. حياك الله أبو محمود، تفضل. طبعا علمت اني ايه بلاقي مثلا كلاب وقطط وفران دائما بتهاجمني بترمح ورايا، وفي الحقيقي ان في قطط بتهاجم تنام تحت الكنبه. ده في الحقيقه؟ في الحقيقه في قطط بتنام يعني تحت الكنبه دائما. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيكم بارك الله الحبيب الغالي ابو محمود، تفضل عشان هي لا يثقل عليك، تفضل اسمعنا حبيبي. شكرا. تفضل. الأستاذة الكريمة مها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم. حياكم الله أستاذة مها، تفضلي. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حامل وحلمت إن أنا لابسة، إن أنا جاية من نوم فلقيتني لابسة الذهب بتاعي، هو في الأصل بتاعي. تمام. فببص لقيتني لابسة خاتم في إيدي، وبكتف كم العباية لقيتني نفسي ثلاث غوامش، أنا معايا بنتين. طب أنت في الشهر كام حاليا أختي؟ في الأول خالص لسه شهر.
تمام. الخاتم تلبسها في اليمين ولا في اليسار؟ مش فاكرة جوه بس غالبا في اليسار. طب والغوايش؟ في اليسار برضه، بس أنا في الحقيقة معايا ثلاث بنات بنتين. أنت نسيت معاك اثنين ولا ثلاثة يا أستاذة؟ اثنين، أنا إحنا ثلاث أخوات بس معايا بنتين. ربنا بيك، نسأل الله أن يبلغوا أشدهم وترزقي بالرغم ولا تحرمي أجرهم بإذن الله تعالى. اللهم آمين يا رب. إن صدقت رؤياك والله تعالى أعلم أختي أن هذا الحمل سيكون في ولد، إن صدقت رؤياك وكنت أنت من أهل الصدق والصلاح هذا المولود سيكون في ولد بإذن الله تعالى، أبشرك بذلك. طب والثلاث غوايش إيه؟ بعد ما أقول لك الثلاث غوايش يكون المولود الثالث ولد بإذن الله تعالى. أبشري 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 أستاذة مها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الأستاذة الكريمة أم محمود. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. أنا متزوجة بقالي 7 سنين. نعم. ما رزقتش بخلفة يعني بأولاد. تمام. فحلمت إنه جبت توأم أولاد. قالوا لي اسمهم إبراهيم وخليل. تمام. فأنا قلت لهم أنا كنت عايزة أسميهم عبد الله ومحمود. نعم. فحد قال لي إن إحنا خلاص كتبناهم إبراهيم وخليل، هم اتكتبوا إبراهيم وخليل خلاص. إبراهيم وخليل. أيوه. ما شاء الله ما شاء الله، نعم. فقال لي هم خلاص كتبوا إبراهيم وخليل. فبعدين أنا أم محمود، أم محمود. نعم. أخت أنت مرتبكة ليه؟ هدي أعصابك كده وإن شاء الله خير، هدي أعصابك كده وتكلم بهدوء. نعم. فبعد ما قالوا لهم خلاص كتبوا إبراهيم وخليل خدتهم أنا، وكان الشمس داخلة من الشباك في أوضة، فحطيتهم تحت الشباك، فحطيت إيدي على كل واحد منهم وقلت نقرأ عليهم الرقية الحسن والحسين اللي هو قراها الرسول على الحسن والحسين عليه الصلاة وأتم التسليم. نعم. فقرأت الفاتحة وقرأت آية الكرسي والمعوذتين. تمام. زي ما زي الرقية الشرعية قالها الرسول عليه السيدنا الحسن والحسين. تمام. بس كده. اتفضلي أختي، اتفضلي وأقول لك إن شاء الله، اسمعيني من التلفزيون أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أختي الكريمة نورهان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، اتفضلي. يا حضرتك أنا دايما بحلم على طول بأفاعي، على طول يعني أنا صغيرة عندي 16 سنة، على طول بحلم بأفاعي. وفي مرة كده حلمت إن أنا موجودة يعني في بيتنا وقدام الحمام، وباب الحمام كان مقفول، وكان معايا أفعى كده كبيرة، هو مش أفعى، هي كانت تعبان ولونه أخضر. تمام. وكبير، وهو يعني كان بتاعي زي حيوان أليف ليا. وبعد كده أنا رميته في الأرض وتلفيته تاني، وأنا بقيت بعمل الحركة دي كتير، على طول أرميه في الأرض وتلفاه تانية، يعني بغية إن هو مش هيغدر بيا أو حاجة، مش هيقضني، يعني إن أنا بقيت عارفة أتحكم معاه. تمام. فبعد كده كنت قاعدة أنا وأختي على السرير وكده، فروحت جيت ألعب بيه تاني وارميه، بس هو ما كانش كبير زي ما كان الأول. رميته، راحت بعد كده مسكت تاني، راح فضل يعني كان عامل زي ما تكون رايح يتخنق، أو فضل يطلع حاجات بيضة من بقه، وكان رفيع جدا جدا، يعني كان حاجة صغيرة كده عن مكان الأول. تمام. بعد كده رحت أنا مسكته، يعني كنت بشوفه كنت فاكراه رايح يموت، فراح واقف شوية كده وكان رايح يموت، وبعدين يعني حاجة كده لا يعني بسرعة كده عضني من رقبتي، وأنا صحيت يعني صحيت متفاجئة جدا يعني، وكنت مضروعة جدا من الموقف. بارك الله فيك، اسمعيني أختي من التلفزيون أختي. بالنسبة لرؤية الأخت نورهان ورؤية الأخ محمود السابق، أول رؤية أخواني بالله عليكم، أخواني بالله عليكم، بالله عليكم أخواني، اسمعوني جيدا، هذا الكلام ليس للأخت نورهان فقط والأخ محمود أو محمود الحبيب الغالي فقط، ولكن لكل أخواني المشاهدين ولكل مسلم. لابد أخواني هناك أذكار تحفظ، هناك يعني أذكار لابد أن تقال صباحا ومساء، حافظوا اخواني على الاذكار حتى يحفظكم الله، حافظوا. فالاخ الحبيب ابو محمود الاخت الكريمه نورهان، حافظوا اختي الكريمه واخ الحبيب ابو محمود، حافظوا على الاذكار صباحا ومساء وخاصه اذكار النوم، وحافظوا على الصلاه من اوقاتها حتى يحفظكم الله جل وعلا. الاخت الكريمه ام ابراهيم ام محمود حينما رات الرؤيه
قالت ان رأت تومان وقالوا سموهما الاسامي التي جاءت الرؤية. وبعد كده جاءت ان واحد جالها وقال لها احنا سميناهم ابراهيم والخليل. هذه دلالة واضحة اختي، هذه دلالة واضحة ان الله ان الله ان الله سيبشرك والله بولدين قريبا باذن الله تعالى. والله يا اختي انا اقول لك قصة بسيطة جدا حدثت، وهذا حدثت معي انا شخصيا. كنت في احد القنوات على الهواء مباشرة، واحد الاخوات اتصل بي من احد الدول الخليج وقالت يا شيخ لقد رأيت كذا وكذا وكذا. فقلت والله هذا حمل، سيكون حمل في ولد. فقالت بنفس النص كده أتستهزئ بي يا أخي؟ قلت لماذا الرؤية تقول كذا؟ قالت أدي لي 18 سنة ما حملت. والله أختي بعد أسبوع تقريبا اتصلت وهي تبكي على الهواء، يعني دخلت قبل البرنامج بساعة تقريبا وأصرت أن تكون يعني على الهواء مباشرة حتى ندخل البرنامج، وهي تبكي وتقول والله يا شيخ لقد ذهبت واجب على السونار وقالوا هناك حمل الحمد لله رب العالمين. فأبشرك أختي أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليك بحمل قريبا بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. حد معنا؟ الأخت الكريمة نورهان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نورهان. الأستاذة الكريمة أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم محمود أنا فاطمة. نعم. أسوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت فاطمة أنا. حياك الله يا أستاذة فاطمة، تفضلي. لو سمحت والله يا شيخ أنا من 9 سنين كده شفت رؤية كويسة. رؤية. نعم. حلمت كده شخص لابس ابيض كده ووجهه جميل ما شاء الله. تمام. وحزين قال لي اختك ما شاء الله هتجيب بنت فسميها امنيه. تمام. اختي ما كانش حامل بقى يعني ساعتها ان شاء الله، وبعد كده خلفت البنت وسميتها امنيه فعلا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني امنيه حاليا موجوده في الدنيا. ما شاء الله 9 سنين ما شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، نسال الله تبلغ شده وترزق بالراحه ولا تحرم واجرها اختي الكريمه. في احلام وحشه يا شيخنا عايز اقول لك عليها والله، حلم مش طبيعي مش مخوفني كده. اتفضلي تحت امرك. ماشيه مره في جبل كده وبعدين جوزي ماشي معايا، فانا ماشيه المؤاخذه يعني ماشيه عريانه خالص. نعم. فجوزي ماشي معايا فراح انا جلابيه وراح لبسها لي. نعم. بس تحت نفسيا بقى وكده دايما انا بشوف نفسي كده والله. طب الرؤيه دي اختي رايتيها في اي شهر؟ الرؤيه هذه اللي انت رايتيها التي ذكرتيها الحين رايتيها في اي شهر؟ والله مش فاكره يا شيخنا مش فاكره والله. خيرا خيرا، ولكن رؤيه ما شاء الله ان زوجك هذا سيكون سترا لك يا اختي ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله. طيب في حاجه ثانيه يا دكتور بس لو سمحت، بشوف اخواتي وابويا كده هم 3 اخوات متوفيين بشوفهم دايما في الحلم بالخير يعني ما بشوفهمش شر ابدا. الحاله التي تشاهدي فيها وتشوف فيها اخواتك بهذه الحاله الطيبه فهذه حالتهم عند ربهم، اظنهم كذلك والله حسيب ولا ازكي على الله احد. الاخت الكريمه عليا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياكم الله اختي تفضلي. عندي رؤيا انا كنت شفتها من حوالي يعني 6 أو 7 شهور بس افزعتني وايد يعني. تفضلي. انا شفت اني انا اسبح بمي بس هذا المي مو مية نظيفة، مية يعني سوري وسخة، وبعدين انا يعني اخاف اغرق ومو قادرة اني اطلع من هالمية يعني مية ريحتها قذرة. نعم. وبعدين في الاخر في شخص اعطاني ايده مد ايده طلعني بس انا طلعت يعني سوري شيخ بدون ملابس من المي هذه. زين. بس انزعجت جامد من الرؤية هذه. متى رأيت الرؤية دي أخت عليا؟ من حوالي 4 شهور. طب منذ 4 شهور كنت في بلاء معين ومحنة وضيق شديد؟ ايه نعم. والله أبشرك أن الله سبحانه وتعالى سيخرجك وسيذهب عنك هذا البلاء وتلك المحنة الشديدة التي مررت بها. هذا المحنة وهذا البلاء الشديد عصروك عصر، صح ولا لا؟ والله
وأبشرك أختي ستجد من يعينك ويخرجك من تلك المحنة وهذا البلاء بإذن الله تعالى. أبشري أستاذة كريمة عالية والله تعالى أعلم. فنقول هنا الفرق بين الرؤية والحلم، غير أن إخواني طبعا يعني أخبروني بانتهاء الوقت، والله الذي لا يرفع السماوات بالعمل لا ولن يمل جليسكم، وأتمنى أن أجلس معكم الساعات الطوال، ولكن حرصا على وقت القناة وحرصا على وقت البرنامج. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.